اليوم راح أحكي عن أكبر كنز تم سرقته من قبل الاحتلال، عن ثروة فلسطين الخفية، عن برتقال فلسطين، وبالتحديد عن برتقال يافا. البرتقال في فلسطين مش مجرد ثمرة فواكه عادية، إنما هو رمز وطني فلسطيني. عرفت فلسطين على مدار مئات الأعوام بزراعة البرتقال والحمضيات على اختلاف أنواعها. كانت البيارات منتشرة في كل فلسطين باستثناء الجبال والصحراء، وأبرز المدن اللي عرفت بزراعة البرتقال كانت غزة ويافا. بدأ تصدير البرتقال اليوسفي من فلسطين إلى مصر وإسطنبول تقريباً عام 1840، وفي بدايات القرن التاسع عشر تطور البرتقال الفلسطيني البلدي وتم إنتاج طفرة البرتقال الشموطي. في عام 1862 بدأت رحلة ازدهار البرتقال وتصديره لأوروبا من كل بيارات فلسطين، بداية من وادي حنين قضاء الرملة حتى طوباس وطول كرم وغزة تحت العلامة التجارية جافا أورنج. وهيك ارتبطت يافا بالبرتقال اللي صار رمز من رموزها وتاريخها، ومع الوقت صار أيضا رمز من رموز المقاومة الفلسطينية، كون بيارات البرتقال كانت المخبأ الأول للثوار الفلسطينيين للاحتماء من العدو الإنجليزي بداية، ومن ثم من العدو الصهيوني. لكن للأسف بعد النكبة واحتلال يافا بدأت الحركة الصهيونية بتهويد كل ما هو فلسطيني وبتهويد أسماء البلدات الفلسطينية، وبالتالي سرقت رمزية البرتقال اليافاوي الفلسطيني. ورغم أنه اسم يافا تحول إلى يافو، إلا أن الاحتلال أجبر على إبقاء العلامة التجارية للبرتقال باسمها الفلسطيني للحفاظ على تجارته المعروفة في أوروبا. لم يكتف الاحتلال بطمس هوية البرتقال الفلسطيني، فمع بداية انتفاضة الأقصى أصبحت بيارات البرتقال الشموطي أحد أهداف الاحتلال، فقام بتجريف 40,000 نوع من البيارات في غزة. أما بيارات جنين وطول كرم وقلقيلية فقام الاحتلال بتجريف آلاف الأشجار منها من أجل بناء جدار الفصل العنصري، وهيك انحصر الانتاج الفلسطيني للبرتقال بشكل عام والشموطي بشكل خاص في مناطق محددة مثل طول كرم وطوباس وقلقيلية وسهول جنين وأريحة وغزة. وبسبب شح المياه وسيطرة الاحتلال على مصادر المياه أصبحت هذه المناطق أيضا مهددة بإيقاف الإنتاج للبرتقال الفلسطيني، وهذه جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال ضد فلسطين وشعبها وأرضها وتاريخها.